ب 2000 جهاز تنفس. اولا خليني نسال كيفاش انطلقت الفكره والمجال مفتوح امام الزملاء باش يتفاعلوا معنا؟ تفضل. الفكره انطلقت كيما كانوا يحكيوا في الفيتير عندها تقريب عام، والانيسياتور نتاعها معناها نقطه الانطلاق بدا بها سي عبد الرحيم حقوق اللي هو فرنسي من اصل جزائري، هو وبروفيسور جيل دونور كونوا جمعيه سماوها سوليد 19 افريكا. سوليد معناها جايه من سوليداريتي، و 19 تعنى بقضيه الكوفيد 19. ف الثنائي هذايا حرص على انه يزود بلدان المغرب العربي، وبداوا بالجزائر ثم تواصلوا مع تونس بالليسيباب دو بوسيناك، هذوما اللي هما اجهزه تنفس تستعمل عند اول اعراض الكورونا، ومعناها من خلالهم هما المريض يولي ينجم يتنفس بطريقه تلقائيه قبل ما يدخل الغرفه الانعاش. وهنا نوفروا بطبيعه الحال برشا اسره انعاش للمرضى اللي تعكرت حالتهم. زوز من الناس هذوما قاموا معناها بمناقشه السعر الاصلي نتاع سيباب دو بوسيناك هذيا اللي هو ب 600 اورو، وهبطوه ل 120 اورو، وهذا مجهود يذكر فيشكر وكبير برشا برشا. خلانا نوفروا تقريبا 3 مليار دوات توانسه في المشروع هذايا. توا وصلوا لسيباب دو بوسيناك لتونس الجمعه اللي فاتت، وبدا التوزيع نتاعهم في الجراند تونيس توا، وبيانتو باش بطبيعه الحال 2000 جهاز باش يكفي وزياده ان شاء الله تونس كلها من بنزرت لبنقردان. خلينا نبدا في البدايه دكتور، صارت عمليه تشبيك واسع بين الجمعيات نتاع المجتمع المدني نتاع تونس، كيف صارت العمليه هذه بين مختلف الدول الاوروبيه؟ هي كانيوت تحلت معناها في فرنسا، وعلمنا برشا جمعيات اللي راهو يلزمنا نتحركوا في المجال هذايا ونقدموا الاعانه للناس المرضى في تونس وفي المغرب العربي. والناس بطبيعه الحال ساهمت، خاصه الجاليه نتاعنا البرة ساهمت، وكل قدير وقدروا. عندنا ناس شاركت من المانيا، من السويد، من كندا، من سويسرا، من ايطاليا، من تونس. عندي معناها الاسامي نتاعهم الكل، ان شاء الله نوصل نذكرهم الكل باش ما ننسى حتى واحد من بعد، على خاطر ناس خدمت وقدمت حقيقة خدمة كبيرة للمرضى نتاع تونس.